السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. حبيت أعتذر لكم عن عدم تنزيل مقاطع في الفترة اللي فاتت عشان شفت مشكلة تعطيل القناة، قناة القديمة، وتم افتتاح قناة الجديدة وإن شاء الله تعجبكم. وهذا أول فيديو لي في قناة الجديدة مع برنامج فوتو بلور. البرنامج رهيب، برنامج يعطيك ضبابية للصور، تحط أي صورة خليها ضبابية، تصير خلفية لجوالك، ونفس البرنامج يعطيك مثال، وبوريكم أنا مثال للبرنامج. أولا بعطيكم الصورة اللي أسويها، اللي هي مثلا صورة الكعبة من مكة المكرمة، ونفتح البرنامج هنا، نضغط نيو، نختار فوتو لايبراري طبعا من استوديو الصور أو فيلم كاميرا، على طول نفتح من هنا، نضغط نيو، نختار صورة الكعبة. شوف كيف صارت الضبابية، يمديك، وفي ميزة حلوة انك يمديك تتحكم بضبابية الصور، تضغط على كلمة بلور تنزل، وتنزل مثلا اكثر عند السالب، تصير الضبابية اكثر، تصير بهذا الشكل الجميل، او بكيفك تبي ترفعها مثلا اكثر كذا تصير، ويعطيك مثال تصير بهالشكل. انا يعجبني اخليها على اخر شيء تطلع جمالية اكثر. وهنا كلرايز، تختار مثلا تحط لها لون أصفر أزرق مثلا، أزرق كذا، ننزل شوي، عاد شبع اللون على تحت، يصير اللون أزرق خفيف، على فوق كذا يصير أزرق بشكل مشبع أكثر، فيكون تحت أفضل كذا مثلا، يصير بهالشكل الجميل. هذه النتيجة طبعا. فوق نضغط سيف، على طول سيف تو كاميرا رول. في عندكم الخيار الثالث، لكن هذه الإضافة بفلوس 3 ريال، البرنامج هو مجاني بس الإضافة 3 ريال و69 هذا على ما أعتقد. نضغط أوريكم شكل الإضافة، هذه الإضافة مثلا هذا شكل مثلثات أو دوتس مربعات صغيرة، أو آخر خيار جاودي اللي هي على شكل معين أو مربعات أو مثلثات، المهم هذا الشكل اللي أنتم شايفينه. فإن شاء الله إذا عجبكم البرنامج أتمنى تسوي سبسكرايب، وأتمنى كل المشتركين، كل المشتركين بقناتي اللي فاتت يشترك بقناتي الجديدة، وحنزل لكم برامج أكثر، ألعاب أكثر، وبحسن وبطور من قناتي أكثر بدعمكم إن شاء الله، وبمشاهداتكم، بنشركم للقناة. أنا بقدم لكم محتوى أفضل وبرامج أفضل من اللي فاتت، وأتمنى دعمكم، وشكرا لكم. ولا تنسوا السبسكرايب وكل شيء، واللايك، ونشر القناة، انشر القناة قد ما تقدروا. وما انسى البرنامج تلاقونه تحت في الوصف بالدسكريبشن للتحميل، اللي يبي البرنامج وعجبه لا ينسى يحمله من تحت. كان معكم محمد من قناة مستر M7، مع السلامة.